على تصريح للقيادي في جبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي، يقول إنه تجربة ما بعد 25 جويلية ضربت مكتسبات الديمقراطية، أهملت الملف الاقتصادي وساهمت في تفاقم العجز والمديونية. صحيح هذا يكون؟ مش صحيح. عبد اللطيف المكي وجماعته هما سبب خراب البلاد، العشرية السوداء هما سببها النهضة وجبهة الخلاص وما لف لفهم. وقت تعرف انت الوضع قبل كيفاه وتوا كيفاه، قبل ما ثماش دولة، قبل وقت نمشي في الشارع نحس روحي فهمتني بشني محمي، خاف على روحي، توا الحمد لله أمن وأمان وكل شيء موجود، كل شيء موجود، أنا مع 25 جويلية قلب وقالب ونشجع الرئيس قيس سعيد نزيد ناجلو باش يترشح المرة الجاية، فهمتني؟ ما في شك بلاد قيس سعيد الله يرحم والديه ربي يوفقه هو من أنقذ البلاد، كانت البلاد كانت مش تولفتات مش تفتفت. ما نتصورش كان صار ذي الكل فهمتني؟ وبالطبيعة اللي يلويو في العصا ولا كيفاش يقولوها في العجلة فهمتني، وضد قيس سعيد باش يقولوا أكثر من هكا فهمتني. بالعكس بالعكس إنسان رئيس نظيف ستريكت وطني معنا في منقول، يعني برشا 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 يعني برشا برشا من الشعب التونسي يعني يعجبهم قيس سعيد ويعرفوه. النهضة وعبد اللطيف المكي وكل من وراء النهضة خذوا حظهم وخدموا البلاد، ما نقولوش لا، وكيفاش نقولها كانوا مناضلين قبل في عهد النظام السابق يا البيت، لكن ما نجحتوش، خلوا الفرصة لغيركم كيما انتم خذيتوا فرصة وما نجحتوش ما فيها حتى. بس انا اختي مواطن عايش في المانيا وهذا زميلي يخدم معايا، هبطنا نحاوصوا ونشوفوا نتابعوا في الاوضاع نتاع البلاد، ما يعجبش راح وما يعجبش، وين باش نمشيو؟ وين ماشيين به البلاد؟ شكون اللي عنده ضمان في البلاد هذه نهار باش نقوموا؟ راهي فما برشا بلدان منهم المانيا، انا مقيم في المانيا، بعد الحرب العالميه الثانيه عملوا نهضه وقاموا وكونوا بلادهم بفضل الشعب نتاعها تكسحها مش بفضل السياسيين، السياسيين الكل هربوا. شعب هذا انا من رايي يا شعب تونسي نتلحموا وحده وحده، نسي كل ما بعضنا ونقوموا لبلادنا لوحدنا. يا بنتي ما عادش نخلطوا حتى على شيء، الخضره غليت، الغله خلي عاد، ولينا ناخذوا حتى الدجاج ما عادش نخلطوا عليه. فهمتني عليه؟ كنا قلينا اولادنا بطاله وحنا علاش وصلنا هيك؟ وصلنا شكون السبب؟ الماكل نتاع الكراسي اللي لوجوا على الكراسي هذوك اللي فهمتني تزاحموا في العباد ودرشيه وشي ما عملوا، اللي يضرب يضرب اللي هو من بعد هوب يخرجوه صحيح عاد هو عبى. ما يهموش يخرج ما يخرجش صحيح عنده فلوس وتحت راسه. اما القلاله اش تعمل القلاله؟ علاش نعملوا؟ احنا مناش خالطين نعيشوا بقدرة ربي نعيشوا. يعني 25 جويليه هو تصحيح مسار هو انقاذ وطني؟ ماهوش انقلاب كما يسموه؟ ماهوش انقلاب وعمره ما كان انقلاب، بالعكس هو انقاذ وطني فهمتني؟ عمره ما كان انقلاب بالعكس. واللي يقولوا هكا كلهم كيما انت تعرف شكون المعارضين، تي بالعكس تي هما اللي خربوا البلاد. اللي كل معارض او كل سياسي يتكلم هكا راهو هو مخرب البلاد، راهو ضد قيس سعيد راهو هو يعني مساهم في تخريب البلاد. بالطبيعه البلاد كانت مفتفته كانت مدقدقه، ما ثمش سلطه تحكم في البلاد. شعمل سي قيس سعيد جاء اليمينيك التفتيت هذاك كله وعمل دستور يوحد البلاد فهمتني، وان شاء الله نمضوا قدما بلادنا باهي بعد 25 حتى فهمتني نقص في المواد راهو سي بافري ماهوش صحيح. يعني شوف انا فهمت كل شيء متوفر بالرغم اللي موجود الاحتكار موجود الاحتكار موجود فهمني. انا مثلا مش نعطيك اكزومبل على دخان هذا ميريت بالله يصوروا هذا مليح هذا ميريت فهمني. هذا يا سيدي توا عنده يجي 3 شهور بدلوا الكاش هذايا، بعد التو في الوقت الحاضر مازالوا يبيعوا في القديم في اللومبولاج القديم. شنو استنتج انت لهنا؟ يعني كانوا مخبينه فهمتني باش يخرجوا شويه فهمتني، ما نجحوش في المسعى نتاعهم ما متوفر فهمتني اون باجاي، يعني كل شيء متوفر فهمتني. صح انا بلا ملاحظه في عهد عبد اللطيف المكي اللي يحكي عليه عندي بابا مش يعمل يسرح يعمل قص كي كان تعرف عطوه رونديفو بعامين، والله بعامين انا مشيت للرابطه وشديت الصف وعامين واحنا نستنوا تعرف توا قديش، والله بعد 20 يوم خذيت رونديفو وسرح الشاب وسرح في الرابطه
60 دينار صرح وخرج وفهمتني صحة عمومية. إذا قاعدين المعارضة قاعدة تشوه في مسار 25 جويلية وتجربة 25 جويلية. أنا ذاك ما نعتبرهمش معارضة. برا شوف المعارضة إيش عاملة وإيش عاملين، برا شوف أملاكهم. من بعد تحكي على معارضة، منين معارضة؟ كيفاش يكونوا معارضة؟ بالنسبة من وقت بن علي لتوا قيس سعيد يظهر لي البلاد ماشية في تحسن. بالنسبة لي أنا اللي نعيش برا ما نعرفش عاد شنو بالضبط. رينا برشا حاجات، هو خرج برشا بلايص شفنا. شفناه في سكة التران وسكة بتاع الكيران وكل شيء بيتحرك. هو بدا ان شاء الله بيديروا له عصاف الريون، ان شاء الله بيديروا له عصاف الريون. اما اعطيه الصح برمو وقف وقفه صحيحه وان شاء الله ربي ينصره وكو. احكي ايضا على مكتسبات الديمقراطيه، قال معناتها انه رئيس الجمهوريه ضرب بالمكتسبات هذه، ثم ديمقراطيه في بلادنا؟ اسمعني اسمعني، احنا قول له هذه عبدتي في المكي هكا، قول له احنا رانا يا عبدتي في المكي رانا شعب مانيش متاع الديمقراطية، فهمتني؟ فهمت؟ لا متاع حرية ولا متاع الديمقراطية. علاش؟ على خاطرنا، على خاطرنا نتجاوزوا حدودنا، فهمتني؟ على خاطرنا نتجاوزوا حدودنا، أعطينا شوية حرية نطيروا، فهمتني؟ ماهيش هكاكا راهي الحرية، راهي الحرية حرية مفرطة وليت هكاكا، فهمت؟ ديمقراطية موجودة، ديمقراطية ثم صناديق اقتراع وتمشي تختار وقداش من انتخاب تو. وتختار بكنف كل حرية، فهمني؟ أنا مشيت وصوتت، فهمني؟ وصوتت لشكون نحب في كنف الحرية. خشنية الديمقراطية موت تداول على السلطة. هنا عاملين مجلس نواب وعاملين مجلس الأقاليم، فهمتني؟ نهار أربعة دورة ثانية، فهمتني؟ إذا كان هذه مشي ديمقراطية ما شنو يسميها نعمل فيها ذي؟ شنو يسميها؟ فهمتني؟ باقي النهضة ما موجود حزب توقاي، وقت النهضة ما عادش عندها شعبية ولا ما عندهاش ديمقراطية موجود الأحزاب. تحلش حزب، تحلش حتى حزب، لا تحل حزب ولا جمعية. القادة اللي متاع النهضة اللي تجاوزوا القانون وعملوا انحرافات أنا ما عندنا في القضاء، فهمتني؟ أي وحزبك مرخص له وعندك حق تنشط وعبدي في المكي في روحه وعنده حزب التنمية ولا العمل والتنمية. أي يا خويا يقول قدم انتخابات، شكون منعك؟ لي بالرسمي توك يقول ما ثمش ديمقراطية، شكون منعه باش ما يقدمش انتخابات؟ خويا قدم انتخابات وكان يحبك الشعب خويا بصحتك. ما هذه الديمقراطية؟ أما هما وقت خسروا القاعدة الشعبية ما عادش عندهم قاعدة شعبية وعرفوا روحهم الشعب التونسي حسن فهم، هلم يضربوا فهمتي في المسار تاع 25 جويلية. أي فما ديمقراطية، أي فما. شنو هي أشكال الديمقراطية؟ فاش تتمثل؟ في حقوق الإنسان، في مثلا شنو يصير في البلاد وكل شيء، في الحاجات هذوما كل ديمقراطية. رفن العبيد عايشين بس عليهم. رغم اللي يبكي ويشكي ومي سبا الحمد لله. حسب رأيك فهم الشعب التونسي معنى الديمقراطية ولا ما زالوا يتعلم؟ الديمقراطية راهي كيما المدرسة، فيها سنة الأولى سنة ثانية سنة ثالثة رابعة. احنا مازلنا سنة ثانية تو، مازلنا نجحنا من الأولى للثانية، أما بمعادل ضعيف برشا، فهمتني شنو نقصد؟ أنا بابا أستاذ، معادل ضعيف برشا. والديمقراطية تحب لها راهو برشا باش ناخذوا لك اللي احنا، انت تنجم تعبر، نحترم رايك تحترم رايي، ونحاولوا نعيشوا زوز مع بعضنا في نفس البلاد. خاطر هما المانيا زاد حتى هما غاديك عندهم احزاب، عندهم تخالف، عندهم كذا، عندهم منا في نطاق محدود في احترام. ديمقراطيه موجوده اما عندها ليميت. راهو ديمقراطيه راهو مش هكا اللي صاي نتعدى على حريه الاخر. قال شنو هي الديمقراطيه؟ ليه ديمقراطيه راهي فيها قلت لك المدرسه سنة أولى ثانية احنا ثانية تو بعد 10 سنين. شنو رأيك في مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ احنا كمواطنين، احنا كمواطنين الجالية التونسية بالخارج رانا مساندينو ونشوفوا في الإنجازات اللي يعمل فيها جبارة، لكن يد وحدها ما تصفقش. أنا مريت عمل حتى شيء. شيء ما عمل. ما تبدل شيء يعني. وريني شنو اللي عاملوا. نورنا وعملنا حويجة باهية للولاد، احنا كان على الأقل كبرنا، نعطي لأولادنا شوية، أولاد أولادنا. راهم عاشوا باش يعيشوا، معناها محتمين لا خدمه لا مستقبل لا حتى شيء. شنو اللي عنا؟ ولادنا قاعدين تموت، يموتوا كل يوم يحرقوا، فهمتي؟ الخارج حلوا لهم طريق، خليهم يمشوا على طريق، معناها يعملوا اوراق ويعملوا ويمشوا بطرق قانونيه. علاش ياخذوا حارقين ولادنا كلهم؟ شيء ماتت في البحورات. ان شاء الله يوفق الرئيس الجمهوريه ويكون مستعد لهذا، وكون الشعب التونسي من السنداتة من الجنوب من بقردان حتى البنزرت، فهمتي؟ شو اللي يفهموه الشعب التونسي كل، فهمتني؟ وشدوا لحمة واحدة. بلاد راه في أزمة كبيرة، طايحين ياسر ياسر ياسر، اقتصاد التونسي طايح للصفر،
وحتى الخدمة ما فماش. الجنوب راهي في أزمة كبيرة زادة في الأخذة هذا نتاع الماكلة، فهمتني؟ كل فرينة كل سكر كل هي طبعا أزمة في مختلف ولايات الجمهورية. إيه مختلف الجمهورية، أما إحنا أكثر غادي. باقي هنا لقيت كل شيء هنا. أنا هاني من جربة وجيت هنا الفم موجود تلقي، أما ناقصة غادي. ناقصة بياسر 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 بياسر. ناس جوعة.